العرض في الدول اللي للاسف الدول المجاوره العزيزه علينا كلها دلوقتي في 900 مليار دولار لاعاده الاعمار عشان يبداوا يبنوا من جديد. مصر داخله في التنميه، فاحنا اتصرنا بمعجزه كل ما يعني في كلامه في الاطار السياسي. انا شخصيا بسمي ثوره 30 يونيو ثوره تاريخيه معجزه، لانها غيرت المسار من اعاده الاعمار للتنميه. احنا بنعمل تنميه، بنعمل مشروعات خوضيه، بنعمل توعيه، بتعمل قناه السويس، بتعمل قضاء انفاء، بنشوف حق زور، مش بنعمل اعاده اعمار. فرق كبير جدا من اعاده الاعمار للتنميه. قوم المرأة بقى 10 ايام في محافظات مصر كلها. ايضا عندنا الفروع بتاعتنا بتشتغل على كل على التوعيه في كل محافظه على حاجه. الانتخابات الرئاسيه مهمه جدا، مشاركه المراه والشباب في الانتخابات الرئاسيه القادمه. انا شخصيا بلف على محافظه او بيبقى في تجمع اقليمي لبعض المحافظات مع بعض. الفكره ان احنا عايزين نشجع سيدات مصر ان تكمل صورتها قدام العالم، ان انظار علينا في كل مكان، ولكن احنا بنراهن على مشاركه السيده المصريه اللي هي تعتبر كتله حرجه جدا في التصويت، وهي اللي بتقوم الراجل وابنها وبتحرك العيله وبتحرك العماره والحاره والحي. فنازلين بكثافه مع سيدات مصر، وديك شفت النهارده مشرفين جدا، كل واحده قادره. يعني مش يعني كل في قادره للتنميه وفي سيده مصريه قادره على تحريك المجتمع في الاتجاه النزول الانتخابات والاداء بالصوت. مهم جدا المشاركه، المشاركه حق دستوري لكل مصري ومصريه، وبالتالي بنعلم اولادنا وبنعلم احفادنا ازاي ينزلوا زي يقوموا بالمشاركه ديت. فرساله للمراه المصريه، شاركي صوتك كارت احمر للتنميه.